الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على إمامنا وقدوتنا محمد الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا ودي برنامج تشاتين تكتاتاوتش زارم لك كندا بالفاو بالسوستنيا أجزي الفقه في الدين يديني أكتنا أسفل لاجنته يفقه تمرتنا يتبع لا يالو بوتا بميل يتوعيين نغنيالن زارم الشيخ محمد حميد الدين قانو من وعيو الشيخ محمد حميد الدين بالفاو برنامج تشلاي يانسانو يتبع أست لك كندا ليلوتشو هاقروتش عراتو مذهبوتش يتاوكالو يتي تكابي بوتاي تاوك قالو سنت كاراتوچ مذهبوچ بتام بزايلو مذهبس مندنو ميلون سن بنايس كاون يم بتملكته ياو اراتوم مالو ب بنسب متفاوته قالت يسرجتاچو متن انا زمان يتلياي بيهونم مالنا كفتنياو درشا ميزو شافعي فقه نو يا أني حنفي نجنا تمشي الكراكر أنا الكراكر يا حنفي يا شافعي مذهب انتشاره كفتن يا مهونو إثيوبيا لينجي على ملايين ينجا مذهبنا صفا ميلو يا حنفي يج الله من يقول لهم يراسات جنو من يقول ما حنفي مشافعي من نجنا نعم ولا تنو دالله أرحب الله تقدر له يا مذهب وجو سرجت كزاري ستسمتونا سباتمتو عمد بفيتي جمرونو فنش من ناقينيو كذا بفيتي اللم مالت هاد اللم قن بتكك المرجع من ناقينيو مالتينو يتوبيا مسلم وجن تاريك سمنتن يومتو عمد لا ينبرو مسلم عالم تاريك صحافي وج كهجرا سمنتن يومتو مالتينو بصفات صفوال كذا مودي هنگديس كذنن يو درس لمسالي ابن فضل الله العمري مسالك الأبصار في ممالك الأمصار تبالى مسافات جولاي توبيا أسرى نبروت سلامة ويمن قستات الناس لم يكتلوت مذهب الناقرال القلقشندي تبالوت لأمو صبح الأعشى لاي مذهب وچات جونام جمري الناقرال يعو كابن فضل الله العمري يوسدوت تتاكمون دقنا للاة جماري من رجاوچن يتاكسالو كذا والا دمو مقريزي الإلمام ساچو سمت متو هلت لاينو يموتوت المقريزي مثل قال تصاصات كن الإلمام بمن في الحبشة من ملوك الإسلام لاي تقوكم هلو سوستاچوم يتسمام مبت نقر من دنو كسباتو مملكاوش سدستو حنفين دنو برونو برقت سدستو تنانشو چناچو تلقو دمو إفاترو የኢፋት መምለካ በኋላ እንደውም ሌሎችንም ወጣቸዋል በራሱ 1970ዎቹ አካባቢ ላይ ከይኩኑ አምላክ እንደ ፈረንጆቹ ማለት ጋራ ተስማምቶ ቆለኛው ክፍል ላይ የራሱን እንትን ሲያቋቁም እነዛ መምለካዎች የዋጠ ነው የሄደው ስለዚህ ምንድነው የሚለው የፊቅህ ስርጭት በተመለከተ ابن فضل الله العمري 749 አመተ ሂጅራ ላይ ነው የሞቱት ابن فضل الله ማን سمنتنيو قرن جماري اكبابي مالنا العمري مسالك الابصار لا يمنا قرد دنبل يهديا يمم درا يبالي يا ارابيدي ان شرخا مملكاوج حنفيه مذهبنا تشو يلالو باي هونغن يا افاتو شافعي نو يلالو واكثر وغالب اهلها شافعيه واكثر اهلها بزوجهم يفات مملكه شافعي تكتاوي شافعيوچ ناتچو يلالو ايه انغدي بساچو زمن نو مقريزي دمو من يلالو وكثر بعهدنا فيهم الحنفيه يلالو بنيا زمن دمو بنسو مهكل حنفيوچ بزو يلالو ورسو دسي لوت يوانال انغدي ياو حنفي نجي يالو سلوونا بزو يلالو عندنا اميروچوم مثال شهاب الدين احمد بودلاي حنفي مذهب تكتاي اندنبره سعد الدين سمطرو مري حنفي مذهب تكتاي اندنبره يتكاكسالو ايهنن انغري ياو يصافوت بالهوت مصاف لاي يمذهبون سرجتنا هيدت باكمه يتكاتاتلكو نو دكتوريت ريسيرش متفاز اما درغو لاي مالانو يهوتنا يالهوتنا مذهبوچو حنفي نو قدمو يگباو الشافعي ميلو لاي الشيخ محمد تاج كومبلتشا ورحمة الله عليه
حنفي سايحون شافعين أو إلالو ساتشو حنفي بهونهم ندرس وزالة كروكر من دلالو إنصافها رحمة الله عليها من دلالو أكثر مسلم الحبشة يتبعون مذهب أبي عبد الله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لالو የሀበሻ መዝሀብ ተከታዮች አብዛኞቻቸው ሻፊዒን የሚከተሉ ናቸው ይላሉ። አሁን ባለው ተጨባጭ ይሄ ትክክል ነው። ምክንያቱም አብዛኛው ቆዳ ስፋቱ ስንመለከት ባሌ፣ አርሲ፣ ሀረር፣ ወሎ በከፊል ነው ሻፊዒያ ተከታይ ናቸው። ሐነፊ ሶማሌም ጭምር። ግን ድሮ ሲታይ ድሮውን ስናይ ሶማሌ አካባቢ ራሱ ሐነፊዎች እንደነበሩ ነው። ዘይለዒ ማን ነው محدث زي العيال فقيه دمو كنزن يشرحه زي العيال كنز الدقائق تبين الحقائق بلو بس الدست مجلد يشرحه وطمال النونا نسو حنفي وشنبرونا يكدمو شافعين وبلوها الشيخ محمد تاج يكدمنهم ملون جزم لما درق مياه تشقرون كذا في تنبرو حنفي وشنبرونا ليلا يتكسوت مرجع من دنو أحمد الدين ميبال عند عالم يا حنفي مذهب يا السراج يا مجمر يا السراج مهونو سدمو كزيلع عفوا زيلع سايهون كزبيد يمناغر يزو يمطا مهونون يميطقوم صحف هايتشالهن جن بسنتنياو كفله زمان اندنبر ميارغاغط على اغنيهم قالوا اه يلونا يي منالبات يجونا ولو اكبابي لاي ليهون يجلال الى بنغرات لا شي محمد تاجو يكومبلشاو قالوا اكبابي قالوا ترلك ما شيخوتنا يا حاج محمد ثاني حبيب رحمة الله عليه قادلنا قادلنا عشوهم تلك ينبرونا عشوهم متعال رحمة الله عليه رحمة الله على كل حال يا حنفي مذهبنا يا شافعي مذهب بتعام يقويقون عشو بس من تنجاوك في الزمن أكابي بيتسعفهم لمسالي أنت بتعام يقرم يقين يهوت من دنو الإمام ابن الملقين يبالوه اللو تعوك قاهرة لا ينبرو مالتن أنت جبرتي الشيخ لي كارتوال شيخنا فلان بلو وطعما ودسوا سيابقوا تفقه ببلده على الإمام فقيه الدين والشيخ سعيد لالو باقرات شو فقه كارتونا يمدوت فقيه الدين بمبال سونا سعيد بمبال عالم لاينو يكاروت لالو أهون فقيه الدين منورون يوقنو كزيج بطلعينو أسكاهم بالن مرجع ما كزيج تكسلعينو يتنبرو فقه يستمرو نبر ما أذنو يعني هل ابن الملقين الشيخ يهونن عالم تخرج لمدرج يشارو ليك فقهن ازيهو عبش على يتمرو يتملزو وهلا ندوزم بياس الكتابتل بيمن ببغداد عندهم رمو بقاهرة بقدس بمكة عنا بمدينة لي يفتوى درجة درس يدرسو فقهاء وجي عبش على فقهاء وجي ندنبرو بزوج شاكو ندمو አገራቸው ላይ ቀርቶ የመጡ ያሉ ይገልጻቸዋል። ለምሳሌ አخر ከነበሩ ሰዎች መካከል ቡሽራ ابن ابراهيم الجبرتي ሚባል የነሸኽ ዘይነ ደህላን ሼክ ነበር። عبد الحي الكتاني محدثه لكم محدث يمروكو የዘመኑ محدث ብለው በጣም አመካሽተው ነው ያነሱት ሻፊዒይ ነው። እና ይሄ የመذهبዎቹ ስርጭት በጣም ሰፊ ስራ የሚፈልግና እንዱ እነዚህ በዩኒቨርሲቲ አካባቢም እናጠናለ ምናምን ሰዎች تكرت بيساتو الترونو انجدي انا بيرابو كلي بلو عندي قلسب مكرالاي لازوم يالتمو الله يهونا مكرالاي ياغنيهوت انتنونا يتونو يقدمو مالت باناوكم ولتو مذهبوج بتام رجم زمن يالاچونا مماليكم بلاياچو لا يتقواقوم مذهبوج ناتشو يماليك يا مذهب بزو سرچت يلهوم باسوسا اكابي السودان اواسان اكابي لا يالو سوج ماليكيوچ يالو ይባላል። ስም ሰበቡ ደሞ ለሱዳን ቅርብ ስለሆነ ያን ግን እዛ አካባቢ ያሉ ዑለማዎች እነማን ነበሩ የሚለው ምንም አይነት እንትን የለኝም። በኩሌ ኢንሻአላህ አላህ ይወፍቃችሁና ተጠምታ ኢንሻአላህ ሌላም ሰው እንግዲህ ግራማንገዶን ኢሳራም ያረግነው ነው እኮ ሚሰራ ሰው ካለ እንዲሰራ። አሶሳ አካባቢ ያሉ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ክልል ውስጥ የሚኖሩ ሙስሊም ዑለማዎች እዛ አካባቢ ያሉትን ፊቅህ ዑለማዎችና ትልልቅ ፊቅህ ጠበብቶች ስም ዝርዝራቸውንም ቢያውቁ ተስፋ እንግዲህ አላ ኩል ሐል ፊቅህ እንዴት እንትሻረ እንደሆነ በእና በኤርትራ አካባቢ ነበሩ ማሊክዮች እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ማሊክያ የለም። የኢማም ጀማልዲን አልአኒ ሼክ የነበረ ግን አንድ መሐመድ ኢብኑ ጃብር አንነሪ የሚባል ዓሊም ነበረ።
كسودان يقتاون شيخ في اللقاء بشرى ابن أي محمد مبالوتن كأحمد الطيب مبالو زيتعون يلا نبات سودان عقروستي نبرا عند يسمانية طريقة شيخ نبرا السو يسو خليفانا اتشو تبولونو شيخ قتام يتاوقوتنا ساتشون في اللقاء متو ساتشو زندس درس جمال الدين الأني زندن ديهد ساتشو را ساتشو عدرقوتها أنا ساتشو زندس يهد وجدته فوق الوصف له سلعان نيسين ناقر عنيين بتاب منو منو دون ساتشو كتاب النجم المنير انتحكي كارقي أساتم يالهن ونتم دنك سوناتشو جمال الدين الأني إنه هي محمد بن جابر النمري بمسألة لا يبزوك زينك عشان ترقون البر استفدت منه واستفاد مني بلو قل صوتها كان يمتعتك وارس مفتك مياله إنه فتوى تشون ستوك سوء كما أفاده بعض فضلاء المالكية هلاله السم على تشونه محمد النمري السولة مسالة انجريت بيوسك نبرو مالكي يوشلي كتر يقبال كزام ودا حج هدا لو بلو دا مكالي حنطا لو اكوابي لاي توسن نكزيكو ايوتو حج هدو زاونو يموتو مكالا معلاتنا يتكبرو بحنبلية مذهب درجة حنبلين انجبلو فيك هنمياك راسو آلاو كم حنبلي مبال مالانو قن يحنبلي فيقه كتابوش بازيش بعلن بزمان لاي ببزاتو دا اتوبيا قبتوال عنده ميود سويت بستوال إنه حنبلي مذهب عالي بلن بتكله كمالات وشي فقيه متخصص بالفقه الحنبلي مبالي له شافعي قن بزوال له حنفي من ذهو بزوال له حنبلي يقال اللي تمرنا حنبلي ياجر كدورو جنبرو يحنبلي يم فقه الله بتأميل من نوكو يلا قن زي ولا سعود عربي علي يالوت علماء وش حنبلي مذهبنا ميكاتلوت السنة زكاة بلال الجامع الإسلامي بالمدينة المنورة زاي تمارو تحكبابي زكاة بلال الشيخ محمد الشيخ صالح محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله للوتشم فقهاء ميلهم إلى المذهب الحنبلي أحبلي ناجو بتكك الميل بتشاس ايوان ميكارو تراثم عندنا نقزي ولا للا مذهب السوء اختيارات قدائنا اختيارات سلمية في يام حنا في مزندة اللي دليلنا ايثن ما رمضنا ميلتنا يا انا نقرأ لنا كنسوا كابي يمتوت أهل الحديثنا أهل الأثرنا تميل تكلم اللي بعلى السم يا حنبلي مذهب ترجح يا مدرج أنت متيار الزيجة من ناتشو متخرج هون تسوي بتشميل هون ناقين ناتشو على جن يا حنبلي مذهب يراسو تبني مدرج تبني من ناقو يلم مذهب يلم مالت جنا يتكلم يا حنبلي مذهب أنا قرأت الله يسرجتهم بعالم لا يتنشنو قدم رسول دالوت كفتنياو نكتر ميزو حنفينو هند ترك بدلاي عالم الاسلامي لاي بنياتهم عباسيوچم ابزحانيوچو حنفي نبرو ابو يوسف القاضي رحمه الله هارون الرشيد قاضي نبرو غزا بوحالا قضاء بنسج نبر ابزحانيا يالو مالكيه بمغربهم تخدمال ليلهم قلال ادلم بيهنون كن علم لا يهنيو يبلطال ميلون بانلم اندو سرچتون بتملكته ያኛው ከፍተኛው ስርጭት ይዛል ቀጥሎ ሻፊዒያ ነው የሚኖረው ማሊኪያ በመግሪብና በዚህ በሱዳን በሊቢያ በእንደዚህ አካባቢ ላይ ነው አብዛኛው ስርጭት ያለውና አንደሉስ ስለነበሩ የማሊክ ደረሶች አብዛኛው የተሰራጩት ሂጃዝም ላይ ኢራቅም ላይ ሐንበሊ ማን ነው ማሊኪ ይኖራል በእኛ ሀገር ደረጃ ብዙ እንትሻር ባይኖር በእኛ ሀገር ደረጃ ላይ አንድ ነገር የለም ብለም ማናገር ራሱ የሚያቸግረን ነገር ምንድነው በደንብ ታሪኩ አልተጠናም ብዙ ዝም ብሎ ثبتاتنا بي قراو يقروا معلوماتوچ አሉ ብዙ الله የመጻፋቅም የሰጣቸው ሰዎች ግዚያቸውን በለሆነ ነገር ከመያባክኑ ወለዚህና ይሄን መሳሰለ ኡማውን የሚጠቅመ ተእሲል الاسلام في البلد የሚያረግ ነገር ላይ ያተኩሩ ምክሬ ነው ነው الله ጥሩ አቅል ያላቸው ባለሆነ ነገር ቢዚ የሚሆኑ ሰዎች አሉ الله ይጠብቀንና ማለት ነው እና ይሄ ነው ስርጭቱ مؤلفوچ ለምሳሌ በፊቅህ ላይ ያለፉ ሰዎች አሉ። ምሳሌ አንይ ያሉ ጀማኑ ጉስን ብንወስድ በፊቅህ ሆነ በተለያየ ተርቢያ ጃኒብ ላይ የጻፉ ሰዎች አሉ። ሐነፊ ላይ ለምሳሌ ባሆችን መጥቀስ ይቻላል። ሁሉንም የሐነፊ ፍሩዕ ከታች እስከ ላይ شرح አድርገዋል ተብሎ ነው የሚነገርላቸው። እቺ ማለት እዚህ ፊቅህ ላይ ታሪክ ያደረጉት ዑለማዎቻችን ሀብታችን ናቸው። ከረፍት በኋላ ተመልሰን ኢንሻአላህ እናያለን የ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ትንሽ ሰዓት አርፈን سنመለስ ከታዩን ፕሮግራማችን ተከታተላላችሁ ሰዓት ተርኩ እንድትጠብቁ እንጠይቃለሁ ጀዛኩም الله خير